فعلى بركه الله متابعي القناه شفتي مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر وافتتاحيه لجميع متابعي القناه لا داخل المغرب ولا خارج المغرب. الحالات الجديده او الحصيله اليوميه لازمه كورونا او ازمه كوفيد بربوع المملكه المغربيه، حيث سجل اليوم 3113 حاله اصابه مؤكده متابعي القناه، ليصير العدد منذ بدايه ازمه كورونا منذ مارس 2020 الى 902694 حالة مؤكدة أصدقاء القناة. فيما عدد الوفيات فقد سجل خلال 24 ساعة الماضية 52 حالة وفاة مؤكدة، ليصل المجموع منذ بداية أزمة كورونا في مارس 2020 إلى 13488. فيما عدد الحالات التي تماثلت للشفاء فقد وصل إلى 3716، ليصل المجموع منذ بداية أزمة كورونا إلى 850 1397. فمتابعي القناة المزيد من التدابير الاحترازية، المزيد من وضع الكمامات، مسافة الأمان، التباعد الجسدي والاجتماعي، التعقيم والوقاية، فالوقاية خير من العلاج. نتمنى الخير من عند الله ونتمنى السلامة والعافية للجميع. 3113 حالة إصابة مؤكدة، عدد ليس بالسهل في منظومة كورونا، وعدد أقولها مقلق ومزعج أصدقاء القناة، وهنا غيكون تأثير على منظومة الصحة بربع المملكة المغربية خصوصا في شقها ديال الكوفيد 19. الجهة اللي كان سميو لها هي جهة فاس مكناس، سجل بها 88 حالة إصابة بالمجموع وأربع وفيات. ف 88 كنا نسجلوا بالجهة ككل 5 6 9 10 16 حالة، إذا بيولي كنسجلوا أكثر من 100 إصابة. خلال 24 ساعة الماضية سجلت 88 حالة إصابة وأربع وفيات، والحصيلة كالآتي: فاس 39 حالة إصابة وحالة وفاة واحدة، مكناس 18 حالة إصابة وحالة وفاة واحدة، تازة اللي كانت تسمي لها الآن 15 حالة إصابة وحالة وفاة واحدة، صفر 7 الإصابات وصفر وفاة، الحاجب 3 إصابات ووفاة واحدة، بولمان 3 إصابات وصفر حالة وفاة، ومولاي عقوب 2 الإصابات، أما تاونات فإصابة واحدة. فاللهم ارفع عنا البلاء والوباء من ربوع المملكة المغربية. نتمنى الخير من عند الله ونتمنى السلامة والعافية للجميع أصدقاء القناة. 3113 حالة إصابة، عدد ليس يساوي، هنا كنقولوا بأن المزيد ثم المزيد ثم المزيد من التدابير الاحترازية، أخذ الكمامات، مسافة الأمان، التباعد الجسدي والاجتماعي، التعقيم والوقاية، فالوقاية خير من العلاج أصدقاء القناة. بالنسبة لتازة، بعد ما كنا كنسجلوا لعدة أشهر وعدة أيام صفر حالة إصابة وعدة أسابيع أيضا صفر حالة إصابة، أصبحنا نسجلوا رقم قياسي في الجهة، هذا النهار 15 حالة إصابة، وكان النهار اللي وسجلنا فيه أكثر من 50 حالة إصابة. فأقولها للجميع، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، وخذوا التدابير الاحترازية ديالكم، خذوا التدابير الوقائية ديالكم، الكمامات ضرورية، مسافة الأمان، التباعد الجسدي والاجتماعي، والتعقيم والوقاية، فالوقاية دائما خير من العلاج. 52 حالة وفاة بربوع المملكة المغربية خلال 24 ساعة الماضية، عدد ليس بالسهل، أقولها شهداء كورونا أو شهداء هذا المرض الخبيث اللي قاس ربوع العالم متبعي القناة. فبالعزيمة يمكننا أننا نقضيه على الكوفيد 19، وفقط تطبيق التدابير الاحترازية، دائما بالتدابير الاحترازية يمكن لك تحمي نفسك أولا، ثم تحمي الإنسان اللي حداك أو الغير متبعي القناة. بالنسبة لعدد الحالات اللي تمثلت الشفاء، ولله الحمد والحمد لله، هذا فضل من الله، 3716 حالة خلال 24 ساعة الماضية، أقولها الحمد لله وفضل من الله. نتمنوا الشفاء لجميع حالات الإصابة، ونتمنوا نسجلوا صفر حالة بربوع المملكة المغربية، والشعار ديالنا دائما الله الوطن الملك. شكرا خاص متابعي قناة شوف تي في لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، اللي وقف بيده على الخطة السباقية للقضاء على الكوفيد 19 أيام الحجر الصحي. الكل يتذكر الحجر الصحي أيام مارس 2020 وأبريل وماي وحتى بداية يونيو، وكنا كنسجلوا أرقام جد منخفضة مقارنة مع دول العالم المتقدمة. لست أنا من يتحدث، بد معدل الأرقام إلى قارنا المملكة المغربية مع ربوع العالم، حتى بريطانيا، حتى الولايات المتحدة الأمريكية،
كنا نسجل ارقام جد منخفضه. فشكر خاص لجلاله الملك وبالتعليمات ديالو لرؤساء الاقسام الداخليه. وهنا ننوه بالمجهودات الاطقم الطبيه في جميع ربوع المملكه المغربيه وحتى الجهاز التمريضي اللي قاموا بواحد الدور فعال في المساعده على القضاء على الكوفيد 19. وهنا نشكر ايضا جلاله الملك على الوقوف ليل نهار وعلى قدم وسقف وصول لقاح لربوع المملكه المغربيه ولله الحمد. وصول لقاح في المملكه المغربيه وشفنا طريقه ديال التوزيع ديالو على مجموعه من المدن والاقاليم والولايات بالمملكه. وهنا ايضا يمكننا ننوه بمجهودات ديال الدرك الملكي حتى رجال الامن الوطني وحتى رجال الوقايه المدنيه والاطقم الطبيه. وشفنا التوزيع ديال هذا اللقاح اللي هو لصالح الشعب المغربي اصدقاء القناة. بالنسبة للمغاربة اللي شاركوا في أخذ جرعة اللقاح فوصلت الجرعة الأولى أي بخوميغ دوز 19 مليون مغربي و 939,305. أما بالنسبة للجرعة الثانية فوصلت إلى 16 مليون مغربي و 428,958. نشكر المغاربة على التوجه ديالهم مركز التلقيح والمشاركة والانخراط في عملية أخذ اللقاح. ونشكر أيضا المغاربة على حرصهم على أخذ الجرعة الأولى واخذ الجرعه الثانيه في الوقت المناسب. متابعي قناه شيف تي في نذكركم بحصيله اليوميه ديال كوفيد 19 خلال 24 ساعه الماضيه. في عدد حالات الاصابه المؤكده وصلت الى 3113 حاله اصابه مؤكده ليصل المجموع منذ بدايه كورونا في مارس 2020 الى 902694. اما عدد الوفيات فقد بلغ خلال 24 ساعه الماضيه 52 حاله وفاه ليصل المجموع الى 13488. فيما الحالات الشفاء ولله الحمد وصل الى 3716 خلال 24 ساعه الماضيه ليصل المجموع الى 853397. جهه فاس مكناس سجلت 88 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد 19 وأربع وفيات. الحصيلة بالتفصيل فاس 39 حالة إصابة وحالة وفاة واحدة، مكناس 18 حالة إصابة وحالة وفاة واحدة، تازة 15 إصابة وحالة وفاة واحدة، أما صفر فسبعة الإصابات وصفر وفاة، الحاجب 3 إصابات ووفاة واحدة، بولمان 3 إصابات ووفاة وصفر وفاة، وملاعقوب عقوب 2 الإصابات و صفر وفاة. أما تونات فإصابة واحدة. فمتابعي قناة اللهم ارفع عنا البلاء والوباء من ربوع المملكة المغربية. نتمنى الخير من عند الله ونتمنى السلامة والعافية للجميع. ودائما نركز على التدابير الاحترازية، الكمامات، مسافة الأمان، التباعد الجسدي والاجتماعي، التعقيم والوقاية، فالوقاية خير من العلاج. هذا هو هذه الرسالة ديالنا كإعلاميين كطاقم قناة شوف تي في، أن دائما نحثكم على التدابير الاحترازية. وهنا كنشوفوا مجموعة من الخروقات لا أمام الإدارات لا أمام الأبناك لا أمام حتى المؤسسات الكبرى، كنشوفوا الازدحام والتدافع، لكن هنا كنسجلوا خطأ متابعي قناة شوف تي في. فالتدابير الاحترازية كتمثل في الكمامات، مسافة الأمان، التباعد الجسدي والاجتماعي والتعقيم. من خلال التغطية ديالنا عملية اقتراع ديال 8 شتنبر شفنا مسؤولية وشفنا انخراط المغاربة في عملية تقديم الأصوات ديالهم، وشفنا أيضا التدابير الاحترازية اللي اتخذت في مجموعة من المدارس بربوع تازة، وشفنا أيضا التشوير الأرضي وحتى مسافة الأمان ما بين المواطنين. فشكر خاص لكل من خلط في هذه العملية من سلطة ومن داخلية ومن مسؤولين وحتى المواطن، نشكره. متابعي قناة شوف تي في نتمنوا دائما الخير والسلامة والعافية للجميع من قلبي تازة. سجلنا 15 إصابة مؤكدة لهذا اليوم وحالة وفاة واحدة. استودعكم الله، إلى اللقاء.